في ال3 سنين الأخيرة محرك البحث على موقع إتسي تغير بشكل جذري، وتم تحسينه مما كان بالسابق. في السابق صفحة نتائج البحث والنتائج نفسها لم تكن ملائمة لما يبحث عنه المشتري بالضبط، وبالتالي المبرمجون على موقع إتسي قرروا تحسين محرك البحث. في هذا الفيديو سنتعرف على العوامل المهمة التي تعتمد عليها محرك البحث على موقع إتسي لإظهار النتائج الملائمة للمشتري. مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. العامل الأول والأهم هو عنوان صفحة المبيعات. عنوان صفحة المبيعات هو العامل الأساسي لنجاح صفحة مبيعاتنا ووصولنا لأعلى نتائج البحث. محرك البحث على موقع إتسي يقتبس من المصطلحات التي نعرفها في العنوان، لذلك علينا البحث عن المصطلحات الملائمة والأكثر بحثا لمنتجاتنا وتعريفها في العنوان. فكروا بالمصطلحات التي سيكتبونها المشترين المعنيين بشراء منتجاتك وعرفها بالعنوان. كلما عرفنا مصطلحات دقيقة، احتمال ظهورنا في النتائج الأولى أعلى بكثير. أيضا يمكنكم الاستعانة في برامج مساعدة مثل موقع مرميليد أو إيرانك. من خلال هذه البرامج ستتعرف على الكثير من المصطلحات الأخرى المرتبطة في منتجك والتي يكتبونها على موقع إتسي، لأن هذه البرامج مخصصة فقط لموقع إتسي. أنصحك الاستعانة بها وستساعدك لبناء عنوان مهني. أيضا ملاحظة مهمة عند تعريف العنوان، اكتب المصطلحات المهمة والأساسية للمنتج في أول العنوان، لأن محرك البحث يعطي الأهمية كبيرة جدا لأول 4 أو 5 مصطلحات في العنوان. العمل الثاني هو التاج. التاج هو عبارة عن مصطلحات نعرفها لصفحات المبيعات ليتعرف محرك البحث بما يخص المنتج الذي نبيعه أو نعرفه في صفحة المبيعات. أيضا ليعرف محرك البحث على أي مجالات أو مصطلحات مهمة بالنسبة لنا ليظهر صفحة مبيعاتنا في نتائج البحث. موقع إتسي يعطينا الإمكانية لتعريف 13 تاج. لا تتكاسل في تعريف التاجز لأنه أيضا عامل مهم وأساسي لنجاح صفحة مبيعاتك. التاج يمكن أن يكون مكون من مصطلحين أو مصطلح واحد، ويجب أن تكون مصطلحات مخصصة للمنتج وليس لمجالات واسعة. مثال، إذا أنا أبيع ثوب مطرز أفضل أن أعرف المصطلح ملابس مطرزة وليس أزياء. العامل الثالث هو خصائص المنتج، Product Information. الكثير من التجار على موقع إتسي لا تهتم ببند خصائص المنتج، وهذا خطأ. محرك البحث على موقع إتسي يهتم ببند خصائص المنتج ليقرر من سيظهر في صفحة النتائج البحث أولا. معطيات رئيسية ومهمة عن المنتج عرفها في خصائص المنتج، لا تتكاسل. العامل الرابع هو عدد الإعجاب والمبيعات على الصفحة. محرك البحث يطلع على عدد الإعجاب على صفحات المبيعات الفيفوريت، ويعتبره عامل يؤثر في ظهور صفحات المبيعات في صفحة نتائج البحث. الإعجاب أعني القلب أي الفيفوريت. أيضا محرك البحث يعرف تاريخ المبيعات لجميع صفحات المبيعات، وهو أيضا عامل يطلع عليه ويؤثر على مكانة الصفحة في صفحة نتائج البحث. لذلك اهتموا في البداية أن يكون عدد كافي من المبيعات، وأيضا الناس أن يعملوا فيفوريت على صفحة مبيعاتكم. العامل الخامس هو تقييم المتجر. محرك البحث يؤثر عليه مدى مهنية التاجر الذي يبيع المنتج. كلما لديك عدد ريفيوز أكثر، احتمال ظهور منتجاتك في أعلى نتائج البحث. فعليكم المحافظة على سلامة حسابكم واتباع التعليمات وسياسة موقع إتسي والعمل المستمر للحصول على الريفيوز على متجركم. فالريفيوز هي عامل مهم جدا. الريفيوز أقصد الريفيوز التي ستكون في متجرنا. العامل السادس هو التجديد. موقع إتسي لا يحب المتاجر النائمة.
أي المتاجر التي لا تعلن الكثير من المنتجات أو تعلن بفترات طويلة جدا. موقع إتسي يحب المتاجر الحيوية والفعالة. إذا يوجد صفحة مبيعات مر عليها فترة طويلة ولن يحصل أي مبيعات، حاولوا تحسينها من خلال المصطلحات، من خلال صور المنتجات، من خلال التاجز وإعلانها من جديد. العامل السابع، صور المنتجات. انتبهوا أن صور المنتجات على موقع إتسي هو عامل مهم وحاسم. غالبية المشترين على الموقع إتسي هن النساء، ومعروف أن النساء لديهن أهمية لصور المنتجات، وعامل مهم يؤثر عليهن. لذلك عليكم تعريف صور منتجات ذات جودة عالية وبتصميم مهني. العامل الثامن هو موقع التاجر. محرك البحث يفضل إظهار صفحات مبيعات قريبة لموقع المشتري الذي يبحث عن المنتج، واعني دولته. أي إذا صفحة المبيعات معرفة أنها تشحن من الولايات المتحدة، موقع إتسي سيعطيها الأفضلية لكل المشترين الذين يبحثوا عن المنتج وهم من الولايات المتحدة. فمن خلال عمل صحيح على موقع إتسي وعمل بحث أسواق ومصطلحات مهني، يمكن الظهور في النتائج الأولى على موقع إتسي. استثمر الوقت في كتابة العنوان والتاجز والوصف للمنتج، وأنا متأكد أنك ستنجح. وسؤالي لهذا الفيديو، أي مشاكل أخرى تواجهها خلال عملك على موقع إتسي؟ اكتب لي بالتعليقات إجابتك وسأحاول مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراك في فيديو آخر.